تعالوا بقى دلوقتي نعمل عصير تفاح. بس العصير ده يعني انا لما بعمله بعمله مثلا ممكن بحوالي 5-6 لتر عصير تفاح. المهم خلينا نعمله بالكميه اللي على قد البيت او على قد الناس اللي جايين. انا كل لتر من عصير التفاح بحط له تقريبا لتر من المياه الغازيه، مياه غازيه بالسكر، يعني ده قد ده، او ممكن نحط 3/4 لتر من المياه الغازيه لو عايزين طعم عصير التفاح اقوى. فالمهم عندنا 3 لتر من عصير التفاح مثلا، عليهم 3 لتر من المياه الغازيه، عندنا تفاحتين، 2 برتقال، نعناع طازه. اول حاجه هنعملها، بصوا اول حاجه عايزين نجيب الشفشق اللي هنحط فيه عصير التفاح بتاعنا. انا الصراحه بعمله في، عارفين الكونتينر الكبير ده اللي بيتباع في محلات الادوات المنزليه اللي بيبقى على شكل، اللي بيبقى فيه حنفيه من تحت، ده بيبقى كبير كده، فانا ده بملاه في العزومات وبالذات رمضان، بملاه يعني. فالمهم دلوقتي اهم حاجه علشان العصير بتاعنا ده يبقى لذيذ ان احنا هقول لكم نعمل ايه. أول حاجة على الأقل قبل ما نقدم العصير بحوالي 6 ساعات، ويفضل لو قبليها بليلة، هنعمل الآتي: هناخد التفاح بتاعنا والبرتقال وهنقشرهم وهنحطهم في الشفشق بتاعنا أو في الكونتينر اللي هنقدم فيه العصير بتاعنا. فآدي ده اللي هنقدم فيه، هاخده احط فيه عصير البرتقال، عايز البرتقال نفسه. عايزين تشيلوا حزوز، تعملوه حزوز بس اعملوه، بس انا صراحه ما بعملوش حزوز، انا بقدمه كده بس، يعني يفضل البرتقال ما يبقاش فيه بذر. تمام، طبعا على حسب الكميه بتحطوا الفاكهه. هنحط دلوقتي كده العصير، مش عارفه ليه مصره انه عصير برتقال. هنحط البرتقال هنا، بنحاول نشيل كده من الابيض قد ما نقدر. هو بيتعمل بانواع الفاكهه، بالنوعين الفاكهه دول بس، ده ما يمنعش لو عايزين تحطوا انتوا اي نوع تاني بتقدروا تحطوا. عندنا بقى كمان هنا التفاح، انا جبت تفاح احمر وتفاح اخضر، ممكن تحطوا احمر بس زي ما تحبوا، مش هقشره زي ما هو من غير تقشير، لانه بيدي لون حلو اولا، وثانيا كل ده هيطرى جدا. احنا عايزين ايه دلوقتي؟ انا عايزه التفاح بتاعي ياخد من طعم العصير ويدي العصير من طعمه، عرفتوا؟ فعشان كده لازم العصير ده نحط الفواكه دي قبليها بيوم في التلاجة ونسيبه، كل ما بيقعد في العصير كل ما بيدي طعم احلى. التفاح هيدي طعم احلى للعصير، والعصير هياخد من التفاح والبرتقال طبعا طعم اقوى. فعشان كده قبليها بيوم حطوه. ادي الاحمر، نحط دلوقتي الخضرة كده، بتدي الوان حلوة. النعناع بقى كمان يا جماعة، العصير ده محدش هيصدق، يعني مش ممكن اعمله في عزومة ويجي حد ما هوش عارف ايه ده، الا ولازم بعد اول، حتى بحب انا اراقبهم يعني، بتفرج عليهم كده من بعيد وهم بياخدوا العصير وانا قاعدة كده براقب من بعيد، وبعدين اشوفهم بقى بيعملوا ازاي كده، يعني كده ويتساءلوا ايه ده، بعدين يقولي وهم مش متخيلين قد ايه هو حاجة بسيطة. المهم هناخد دلوقتي النعناع اللي عندنا كده، تمام. بس خلاص هناخد بقى دلوقتي عصير التفاح اللي عندنا، هنحط عصير التفاح بس ونغرق الدنيا. طبعا عصير التفاح بس كده، انا عايز عصير التفاح بس يغطي. طبعا هو عصير التفاح اقل من الكمية اللي باينة دي، لان الفاكهه هي اللي معلياه. هنخليه بقى، بصوا الجمال شكله حلو ازاي، هخليه بقى كده زي ما انتم شايفين ليله ليله كامله في التلاجه، ليله كامله في التلاجه. تاني يوم
بنفتح قبل التقديم على طول، قبل التقديم على طول بنفتح المياه الغازية اللي عندنا اللي بالسكر، مش المياه اللي من غير سكر، المياه الغازية اللي بالسكر، وبنحطها على العصير بتاعنا. يعني خلوا دايما عصير التفاح اكتر من المياه الغازية، خلوه دايما اكتر. يعني زي ما قلت لكم لو 3 ارباع مياه غازية مثلا على واحد فاكهة، هو مفيش عيار معين، لانه كمان في انواع من عصير التفاح قوية وفي انواع مش قوية، قوية النكهة يعني، فعلى حسب كمان انتوا قد ايه عصير التفاح اللي عندكم قوي. خلاص العصير بتاعنا التحفة اللي محدش هيدوقه إلا ويقول لكم عاملينه إزاي، وهو أسهل منه مفيش، جهز. ده كده العصير بتاعنا أهو، تقدروا تحطوا تلج طبعاً.